السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، عشان انتوا أحلى حاجة في حياتي وفي الدنيا برضو. تعالوا نقول صباح الحلويات زي امبارح، بس امبارح كانت صباح الحلويات بنوع خاص بالجلاش. النهاردة هنعمل حلويات برضو، بس حلويات من نوع تاني خالص. هنعمل حلويات صينية الخضار بكفتة داوود باشا، طعمة السنين. طيب ما تيجوا نشوف الصواني الحلوة اللي عملناها قبل الحلقة. ده القلب بقى بتاع داوود باشا على رأي منا بقى. بصوا الصينية دي اللي هنعملها النهاردة، هغديكم صينية خضار بكفتة داوود باشا، حاجة كده عظمة على عظمة على عظمة. صباح الخير يا داغر. ايوه كده يا داغر، كده احنا بنصبح عليك وانت بتصبح علينا. بص الكفته عامله ازاي يا جماعه، جوه الصينيه حاجه ملهاش حل. الخضار واخد من طعم الكفته، والكفته من طعمها حلوه قوي ومعموله حلوه ومظبوطه، ومحطوط فيها شويه بهارات، تركيبه بهارات مخليه الطعم رائع. ده هيبقى غدانا النهارده. حلويات ده ولا مش حلويات يا متعلمين يا بتوع المدارس، ولا شويه رز بشعريه بقى جنب الصينيه دي؟ لا 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 لا، انا جعت. تعالوا بقى نسمي بسم الله. يا سلام يا عم داغر، يا سلام، بتعزف سيمفونيه جوه الكنترول والله، يا سلام. بصوا كمان الرز بشعريه جنب الاكل. طب يلا بقى نشوف الصينيه الحلوه دي، صينيه كفته داوود باشا بالخضار، اتعملت ازاي وطلعت لي بالشكل الشاهي ده اللي يجوع ده ازاي. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا، انا حاطه خضار النهارده بسله وجزر وبطاطس، تقدري تشيليهم وتحطي اي نوع خضار، ممكن نحط كوسه، ممكن احط بسله وجزر بس، ممكن بطاطس بس، عيش براحتك، ممكن كمان فاصوليا خضراء، ممكن حطي كله كانه تورلي على بعضه، فالخضار براحتك خالص. بس النهارده علشان انا بحب البسله والجزر والبطاطس مع بعض بيدوا طعم كده عالمي. طيب ايه تاني؟ نص كيلو لحمه مفرومه. تعالوا بقى دلوقتي هقول مقادير الكفته نفسها، كفته داوود باشا. نص كيلو لحمه مفرومه، هحط عليها تفل بصلايه مبشوره، يعني هعصر البصله اشيل الميه بعيد واخد التفل بتاعها بس. معلقه صغيره ثوم مفروم، ومعلقه بقدونس يعني كانها نص ربطه، خلاص؟ طبعا لو هتشتغلي على كيلو لحمه مفرومه عيشي بقى. وهحط فيها كمان معلقه كبيره بقسماط مطحون علشان تمسك معايا الكفته، ملح وفلفل، كمون، كزبره، قرفه، شطه، دقيق للتغليف، وسمنه. تعالوا نقول تاني كميه البهارات والتوابل اللي هي الاصل معايا النهارده. بسم الله، ملح وفلفل اساسي معانا، كمون وكزبره، قرفه، رشه شطه صغيره، ودقيق اللي هغلف بيه كفته داوود باشا، وسمنه. بعد كده الصلصه بقى الاساسيه بتاعه الكفته وبتاعه صينيه الخضار، عصير طماطم ومعلقه صلصه بيوريه اللي هي صلصه البرطمانات، بصله مفرومه، ثوم مفروم، ونفس التوابل اللي حطاها في الكفته هي اللي حطاها في الصلصه، اللي هي كانت ملح وفلفل، كمون وكزبره، قرفه وشطه، وطبعا طالما في طماطم شغالين فيها يبقى على طول رشه سكر، وكمان مكعب مرقه يطعم لي جدا جدا الصلصه بتاعتنا، وممكن نحط شوية زيت لو كانت المادة الدهنية قليلة. طيب خطوات الشغل هي أهم ما في الموضوع. بعد إذن الأخ الجميل اللي قاعد يبيع طماطم وخيار ده، تعالى هنا كده، ماشي، نشتغل بقى في الكفتة نفسها، في عجينة الكفتة نفسها. ماشي يا داغر. صح. مقادير بيبيع لنا طماطم وخيار، ياخد له جنب شوية على ما نخلص. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنزل باللحمه المفرومه زي ما قلت لكم، انا دلوقتي شغاله معاكم على نص كيلو، ماشي، انزل كده باللحمه المفرومه، وبعدين معلش بقى زي بعضه، وبصلايه، تفل بصلايه بس زي ما قلت لك، نبشر البصل ونعصره ناخد التفل بس، وبعدين فص ثوم مش كتير، وزي ما قلت لكم بقدونس عشان انا شغاله على نص كيلو فكل حاجه حطها قليله، انت على الكيلو عيشي بقى، وبعدين معلقه كبيره بقسماط، ونتبل بقى، نتبل مع بعضينا، ملح، تمام، فلفل اسود، شويه كمون، رشه شطه صغيره لو حابه وممكن بدلها بابريكا، كزبره، ورشه قرفه،
وهسيب التوابل دي موجودة زي ما هي جنبي كده، مش هشيلها لأنها هي هي اللي هستعملها دلوقتي في الصلصة معانا. خلاص، وبعدين خدي بقى كل المقادير الحلوة دي، اديها بقى عجنة حلوة قوي، كل ما تتكي عليها بكف ايدك وتتعجن كل ما تعملي عرق حلو كده للحمة وتمسك أكتر. يا ام عمر صباح الخير. ازيك يا شيفا؟ يا صباح الفل يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ايه اخبارك يا شيفا؟ كويسه؟ بخير يا حبيبتي، والله فضل ونعم. طيبه وكل الامهات المصريين يا رب، كل سنه وكلنا يا حبيبتي طيبين يا رب، اللهم امين. ربنا يخلي اولادك وتفرحي بيهم يا شيفا، في حياتك وتفرحي بكل حبايبك يا ام عمر، والله تسلمي لي حبيبه قلبي. والله يا شيفا الله يكرمك يا حبيبتي، ده من ذوقك والله يا ام عمر. صباح السعاده يا حبيبه قلبي، صباح السعاده. العفو، نورتيني يا ام عمر والله، مع الف سلامه. شايفين ازاي ايه اللي بيحصل؟ كل ما بتك عليها بالبقسماط، خلي بالكم معلقه البقسماط هنا مهمه جدا، معلقه البقسماط بتشد لي كل اي سوائل موجوده ممكن تفك لي اللحمه، تمام؟ فكل ما بتك عليها كل ما بخلي البقسماط يشد لي كل السوائل الزياده وتنعم معايا وتطرى ويبقى ليها عرق. يعني ايه ليها عرق يا جماعه؟ يعني لو عملتها كده، بصوا كده اهي، ومسكتها كده، بصوا اللحمه شدت معايا، هي دي معنى كلمه ليها عرق، يعني اللحمه مش مفروله، بصوا ماسكه نفسها اهي اهي، شايفين لو مسكتها من فوق ايه اللي بيحصل يا داغر؟ ماسكه نفسها اهي. هو ده كلمه ان اللحمه لازم في اي كفته لازم يكون ليها عرق. ده بيجي من ايه؟ بيجي من قله السوائل اللي بحطها، عشان كده عصرت البصلايه وخدت التفل بس، وبيجي كمان من معلقه البقسماط اللي حطيناها، وبعدين بيجي بعد كده من الضغط عليها والعجن كده بالشكل ده. حلو قوي قوي قوي، بصي ولما تعمليها كده بصوابعك تنعم، وهو المطلوب كده. انا وصلت للمرحله المظبوطه الحمد لله رب العالمين، اهي ناعمه وزي العسل زي حبايبي كلهم كده. هجيب بقى دقيق احطه في صينيه بهذا الشكل ونكور مع بعض. هنعمل الكرات نوعا ما كبيره شويه لانها بعد كده بتكش واحنا بنحمرها، وفي نفس الوقت عشان تبقى باينه جوه الخضار كده شكلها حلو زي الصواني الطعمه دي اللي قدامكم، فعشان كده مش هنعملها كرات صغننه قوي، هنخليها وسط. يعني ازاي؟ يعني هاخد كوره كده الاول، اضغطي عليها كده بين كفوف ايديكي، خليها تاخد حراره كفوف ايديكي وتنعم اكتر واكتر هكذا. بس كوره كده هي نعمت بس شكلها غير عاطفي نعمل ايه؟ نروح منعمينها بقى كده، خلي شكلها بقى زي العسل. يا صفاء، الو، ازيك يا صافي؟ ازي حضرتك يا شفاله؟ صباح العسل عليك يا صفاء. صباح الخير يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قلبي وكل حبايبك طيبين يا رب. انا بحب حضرتك جدا، ربنا يحسن ما بين ايديكي ويجعله في ميزان حسناتك ويطبق كل حاجتك. الله عليكي. طب فين فين الصور؟ طيب ابعتي يلا على الصفحه. ما عندكيش الفيسبوك مش كده؟ اه ما عندي. خلاص هعتبر ان انا شفت كل عمايل ايديكي يا حبيبه قلبي. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي بجد. ايه اكتر حاجه حبيتيها يا صفاء؟ طيب ايه اكتر وصفه عملتيها وحبيتيها؟ اول مره عملت الكيكه الاسفنجي، اول مره تطلع معايا. الله عليكي، قشطه. حلو، قشطه من الاخر. تسلم ايديكي يا صافي، والله فرحتيني بجد، فرحتيني. عملت والله حاجات كتيره من حضرتك. والله شاطره، برافو عليكي. احنا بعد كده هنقول لك يا شيف صفاء، برافو عليكي بجد. بصوا يا جماعه، الاول بضغط عليها كده بين كفوف ايديا، ماشي؟ بعد ما اضغط عليها تاخد درجه حراره كفوف ايديا وتنعم اهي، ماشي؟ اروح ايه مكوراها بقى كده تكوير كده اهو، وعلى الدقيق على طول زي ما انتوا شايفين. تاني بضغط عليها اهو، واجيب بقى دلوقتي طاسه او اجيب جريل ايا كان اللي هتعملي فيه الكفته، بس خلي بالك لازم تكون الحيطه بتاعته عاليه عشان هو هو اللي هعمل فيه الصلصه بتاعه الخضار وبتاعه كفته داوود باشا، فهمتوني؟ يعني هقول لكم ازاي دلوقتي. ما ينفعش مثلا طاسه الحيطان بتاعتها صغيره، لان احنا هنحط فيها الصلصه. بصوا كده اهو، شايفين الجمال؟ شايفين حلويات عسل؟ نجيب بقى دلوقتي كده طاسة حلوة من الطقم بتاعنا البينك الحلو ده، ونحطها على النار تسخن كويس قوي على ما ندحرج. خلي حلوة ندحرج دي، ندحرج الكفتة في الدقيق، بعد كده هندحرجها في السمنة.
بصي يا ستي، يعني ازاي؟ بسم الله هجيب كده اي حاجه تكون الحيطه بتاعتها عاليه بالشكل ده، واشيل الغطا واخليها تسخن كويس قوي معايا اهي، علشان دي اللي هيبقى فيها الصلصه. تاني نعمل واحده كمان، وكفايه بقى على كده عشان ايه تتعطلوش معايا بقى، حرام يعني. صح كده يا داغر؟ كفايه كده. اه اكيد، اه طبعا نفسي اخلص اوام اوام. اهو كده اهو. بس لا 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 خلاص، ده احنا خلصنا والله، ده انا هبهرك دلوقتي، هبهركم كلكم دلوقتي. شايفين شكلها؟ حطيتها في الدقيق، وما تتكيش قوي بقى بعد كده عليها علشان ما تنشفش اكتر واكتر، يعني كده حلوه قوي. هعمل ايه بقى؟ هحط سمنه في الطاسه عندي، وبعد كده ندحرجها في الدقيق. نجلاء اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. ازيك يا نوجة؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بعمل كفته داوود باشا، ايه رايك فيها يا نوجة؟ جميله جدا، انا هعملها النهارده في الغدا. يا شفتي الصينيه؟ بصي الصينيه بتغمز لك بعينيها يا نجلاء والله. جميله خالص. تسلمي يا حبيبتي. الله يكرمك يا قلبي. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، صباح العسل عليكي. قولي لي ليكي اي سؤال؟ اه كنت عايزه اعرف بس طريقه الدونت. الدوناتس، ما شفتيش دوناتس العشر دقايق؟ اصعب اسهل دوناتس عملناه، اسرع دوناتس عملناه، ما شفتيهوش؟ لا ما خلصت. طيب انزل لك مقاديره. حاضر يا حبيبتي، من عينيا انزل لك مقاديره حالا. بصوا يا جماعه ايه اللي انا عملته دلوقتي، دحرجت الكفته في الدقيق، ودول كام واحده كده كنت عاملاهم برده من الصبح، نحطهم كده عشان ايه بس بننجز في الوقت كده هون. ماشي كده، ونفس الحكايه برده اهي، غطيها الاول بالدقيق كده، واركنيها شويه على ما السمنه تسخن. وممكن على فكره تشتغلي بزيت عادي، وممكن تشتغلي بزبده، ما عندناش اي مشكله خالص. طبعا الزبده بتطعمها حلو قوي قوي، لا تتخيلوا قد ايه. بصي يا ستي، بعد ما دحرجتها في الدقيق كده، هروح منفضاها بين كفوف ايديا. اهي بقت طبقه دقيق خفيفه جدا، يعني في الاول الطبقه كانت تقيله، بعد كده بنفضها كده بخلي صوابعي زي المصفه بالشكل ده، فبقت الطبقة خفيفة خالص. تمام، يلا بينا بقى على السمنة بعد ما تكون سخنت. بسم الله، حطيها كده. تاني أنفض الدقيق، واروح على طول منزليها اهي. وشايفين انا عاملة حجمها عامل ازاي؟ حجمها كده متوسط، علشان لما تكش ما تختفيش في وسط صينية الخضار، تبقى باينة كأنها عاملة زي قطع اللحمة كده. بصوا ازاي اهو، ناس كتير بتطلب مني كفتة داوود باشا، وان مش عارفين التفاصيل بتاعتها، بس بياكلوها بره طعمها حلو. اهم حاجه يا جماعه، مجموعه التوابل اللي حطيناها في اللحمه المفرومه هي دي اللي بتديكي طعم كفتة داوود باشا الاصلي. ماشي، تحسوا كده ان داوود باشا ده كان يعني اكيل. بصوا ازاي كده اهو، حطيناها في دي بالشكل ده. نقلع بقى الجلافزات اللي اتبهدلت خالص دي، ونمسح الدقيق ده عشان ايه داغر يحبنا ويحب يصورنا كويس. صح يا داغر؟ اهو يمسح كل اهو. يا عم حاسه بيك، قلب الشيف بقى. بس كده هو زي العسل. تعالي بقى نشوف دلوقتي الكفته دي هقلبها ازاي. شوكه؟ لا. معلقه؟ لا. امال هعمل ايه؟ اروح جايه من عند الايدين كده ومدحرجاها كده كده لغايه بس ما الطبقه اللي تحت احس انها جمدت معايا. بصي كده ماشي. وبعدين هروح جايبه معلقه صغيره. مفيش معلقه صغيره يا ولاد؟ مش هاتي دي حلوه. وبالراحه خالص كده، شايفين ازاي؟ هروح مقلبها كده على الناحيه التانيه. طبعا انا كده مش بسويها، انا بس بخليها تقفل على نفسها وتاخد لون وتمسك بس مع الدقيق اهو بالشكل ده. ونفس الماده الدهنيه دي اللي انا حطاها دي، السمنه دي، هي دي اللي هتبقى الاصل بتاع الصينيه كلها. بصوا ازاي في ثانيه يا جماعه تاخد لون بس تمسك كده وتروحي مطلعاها على طول اهو. شايفين ازاي؟ بهذا الشكل. وبصوا البقدونس قليل فيها، البقدونس يبقى كتير عشان ما يغيرش طعمها. احضر طبق معايا اخليه جنبي كده عشان ده اللي هنطلع فيه الكفته.
يا ام اسلام اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هاله؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ طيبة. يا قلبي وانت طيبه والله. كلامك مبهره صراحه. مبهره يا لهوي. شكرا على الكلمه القويه دي. كلامك جميله جدا. طب قولي لي ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ صراحه كل حاجه انت بتعملها جميله جدا. الله يكرمك، فرحتيني والله يا حبيبتي. وقال لك كلش اللي انت عملتيه كان تحفه وجميل. طب والله العظيم هنا في القناه ام اسلام بيقولوا هو جلاش ده جاهز. فرحت بقى، فرحت اول ما قالوا. انت بس بتعملي الحاجه كده بتبقى بتحولي من التراب للذهب على طول. يا حبيبه قلبي ربنا يكرمك ويكبر بخاطرك والله يا حبيبتي. انت طيبه وكل سنه وام طيبه يا رب. امهات طيبين، كل ام في كل مكان طيبه وبخير يا حبيبتي. ويعود علينا برمضان بخير يا رب، وما يجيبش حاجه وحشه لحد. اللهم امين. مصر بحالها. امين يا رب، يحفظ بلدنا. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. بصوا يا جماعه، زي ما قلت لكم احنا مش بنسويها، احنا مجرد بنديها صدمه مع دقيق بس. الدونتس مقادير الدونتس لحبيبتنا اهو، الدونتس السريع جدا جدا وسهل جدا. بصي اهو سميناه دونتس العشر دقائق، علشان اول عشر دقائق بسيب العجينه تستريح، عشر دقائق كمان بقطعها وخلاص خلص معايا خلاص. ويا ريت يا ريت لو تقدري تدخلي على اليوتيوب سواء لقناه النهار او على قناتي، هتلاقيه سهل جدا باذن الله. كده خلاص يا جماعه هنشيلها. خدوا بالكم والله الاكله دي على قد ما هي جميله جدا جدا سريعه جدا جدا. وهشيلها بقى بعيد كده في الطبق، والماده الدهنيه مشغله عليها بنار زي ما هي اهو. ايوه يا باشا، ولسه هتشوفها بقى جوه الخضار. بص عسل دي بقى كده يا جماعه تبقى ماسكه نفسها، بعد ما الخضار يستوي تفضل زي ما هي كده الكفته، تفضل كفته ما تبصيش تلاقي فجأة كده بعد ما الخضار استوى مطلعاها من الفرن لحمة مفرومة. لا، احنا اديناها دقيق واديناها صدمة، ادي شكلها. طيب في نفس المادة الدهنية هنزل ببصلاية مفرومة. بصوا كده شايفين مطرح الكفتة؟ شايفين؟ بصوا حالا انزل بالبصلة كده ولم بيها كل فتافيت الكفتة اللي نزلت دي. يا سلام. وانا بعمل كده هروح واخدة فص توم اهو، وشموا الريحة بقى، مطرح الكفتة مع البصل مع الثوم حاجة كده عظمة. يال دي هتشويحة حلوة، والبصلة مش هندبلها قوي يا جماعة، يعني يا دوبك تترى بس كده معايا. يا استاذة اكرام. حبيبتي 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 يا ناس. قلبي يا اكرام ازيك؟ وحشاني وحشاني يا شيف هالة. حبيبتي والله. وانتي كل عامله ايه؟ كل عام وانتي بخير يا حبيبتي. يا رب يخليكي لينا ودينا حياتنا العمر كله يا رب. تسلميلي يا قلبي تسلميلي حبيبتي. على فكره عملت البسبوسه يا شيف هالة. الله. العنب هو ده. وعملت الجلاش برضو تحفه، الجلاش بتاع امبارح. الف هنا وشفا. ولسه اللي جاي احلى واحلى يا اكرام باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ممكن اعمل اهداء؟ اتفضلي يا قلبي اتفضلي. احب قولي. اقول لامي حبيبتي كل سنه وهي طيبه يا رب، يا رب يديمها في حياه العمر كله يا رب، ويخليها لنا يا رب. يا رب ربنا يخليها. وكل سنه وامهات مصر كلها يا رب. يا رب يا رب يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه، وكل سنه والوالده طيبه وخير. حبيبتي وخليني حبيبتي لينا يا رب. حبيبه قلبي سلمي لي عليها. بصوا يا جماعه، البصله يا دوبك لميت لي الفتافيت بتاعه الكفته. انتوا متخيلين هنا الدنيا دي هيبقى طعمها عامل ازاي؟ الصلصه دي بفتافيت الكفته اللي نزلت دي هتبقى عامله ازاي؟ هاخد معلقه صلصه كده ماشي، وهشوحها الاول، وبعدين هروح نازله بعصير طماطم. بسم الله. او عايزه تكملي كله صلصه وتحطي ميه، ما عندناش مشكله خالص. بصي يا قمر كده قلبي، وزي ما قلت لكم هنحط ايه بقى؟ هحط مكعب مرقه افتفته كده بين ايديا، وهحط رشه سكر حوالي نص معلقه صغيره، وتعالي نفس التوابل بتاعه الكفته هي اللي هنحطها في الصلصه. ادي فلفل اسود، نعد مع بعض تاني، وادي ملح، رشه شطه، كمون، بعد لكم التوابل تاني اهي، كزبره، وشوية قرفة صغيرين، والله الله الله على الريحة اللي طالعة، عسل. بصي الصلصة تقيلة تمام؟ أنا في الأول عايزاها تبقى تقيلة كده، بس بعد ما هتغلي الكفتة منزلة دقيق
مكان ما اتحمرت، فدي ده هيتقلها اكتر واكتر. فاللي هيحصل ان انا لازم ازودها ان شاء الله حتى نص كوبايه ميه بس، وهسيبها تغلي. بصوا نص كوبايه ميه اخف بيها بس، عشان بعد ما انزل الكفته فيها والخضار ما ترجعش تتقل تاني، تفضل واخده نفس القوام الحلو ده. هغطي عليها واسيبها تغلي على ما هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نقفل بقى صينيه كفته داوود باشا بالخضار ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. الريحه عبقريه، بصل مع ثوم مع توابل مع صلصه مع بقى ايه مطرح الكفته، ده هو ده اللي مديني الريحه اللي احنا شمينها. نفسي اقول لكم اللي انتوا شمينها، بس لما يخترعوا التلفزيون بقى يوصل الريحه. كده خلصنا الصلصه اللي هي اساس الصينيه بتاعتنا، وكمان الكفته داوود باشا خلصناها ما تعتبرش مستويه، ده هي واخده تشويحه اللي هي بس خليتها قفلت على نفسها. وعندي الخضار بتاعي، حان الوقت بقى ان احنا نقفل الصينيه بتاعتنا. هيا بنا. بص بقى يا استاذ داغر، استاذنا الكبير، هحط الخضار في الصينيه. حلو الكلام. طب ما تيجوا نوسع لكم كده، نحط الصينيه كده قدام. ماشي يا داغر اوسع لك. بصوا البسله على الجزر شكلها حلو ازاي، بسم الله. وبعدين البطاطس ومقطعاها مكعبات صغيره كده، وطبعا حطها في ميه عشان ما تغمقش، ولما بتغمقي كمان طعمها بيتغير، ما بيبقاش طعمها حلو. شايفين الخضار؟ زي ما قلت لك انا مش بايدك بخضار معين عيشي، يعني مجموعه الخضار اللي انا حطاها دي انا حطاها ايه على ذوقي الشخصي. البسله والجزر والبطاطس المتقطعه الصغيره دي بيبقى طعمهم حاجه كده واو بقى بجد. تمام. وبعدين هنجيب كبشه وهناخد من الصلصه، نشيل بقى كل ده كده. بسم الله. قلبي الصلصة حكاية والله العظيم حكاية. ايه ده؟ ايه الروايح دي؟ خدي الاول كده شوية صلصة على الخضار بالشكل ده، وبصوا قوام الصلصة ما يبقاش تقيل كده، عشان زي ما قلت لكم الدقيق اللي نزل من الكفتة لما يجي الخضار يستوي الدقيق ده لسه هيتقل لي كمان وكمان الصلصة، فمش عايزينها تتقل قوي. خدي كده شوية كده وزعيهم. حلو الكلام. وبعد كده ناخد بقى كفته داوود باشا في كل حته كده اهو، شايفين ازاي قلبها لسه ني. انا زي ما قلت لك هي مش مستويه، هي واخده صدمه بس كده. بصوا المنظر اهو. وبعدين كملي بقى الصلصه عليها ما شاء الله تبارك الله عليها. ادي يا ستي احلى كفته في الدنيا، بندخلها الفرن على درجه حراره عاليه، يعني الفرن يكون سخن قبلها درجه حراره عاليه وما بتتغطاش، بحطها من تحت الاول تغلي، واول ما تغلي معايا اروح احطها على الشبكه في النص واسيبها تكمل سواها. بص يا داغر المنظر، ايه رايك بقى في الجمال ده؟ نشيل بقى كل ده عشان هوريكم حركة دلوقتي في الصينية لازم تتعمل، لازم ولا بد، اللي هي ايه قبل ما امسحها واظبط الحروف بتاعتها لازم اشوف مستوى الصلصة عامل ازاي، مظبوط ولا لا. طيب مستوى الصلصة هشوفه ازاي؟ لما امسك الصينية كده ماشي واعمل الحركة دي، الحركة دي بتاعت امهاتنا، اللي بيحصل ان الصلصة بتنزل لتحت كمان، يعني لو كانت الصلصه ضحكه عليكي وعدالي فوق الخضار بالحركه دي، بصوا الصلصه بتنزل لتحت والاقي الصينيه اترتبت لوحدها كده، بمسكها من ايدين كده وهزها الهزه دي اهو، شايفين
الصينيه الصلصه بتنزل والخضار بيترتب مع الكفته. بصوا شكلها وهي لسه نيه، والله تتاكل اكل. في اجمل من كده؟ يلا يا داغر بسم الله بقى. نمسح بس كده اهو الحروف بتاعتها، وزي ما قلت لكم هتتحط تحت الاول في الفرن من تحت خالص لغايه ما تغلي. بعد ما تغلي واشوفها بعيني عماله تبقبق كده، اروح حطها على الشبكه واسيبها تعيش بقى شويه كده مع بعضها، وتاخد وتدي مع الخضار ومع الكفته، تطلع لك في الاخر بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. وزي ما قلت لكم قدمنا جنبها رز بشعريه، وقدمنا مخلل، وكمان عيش للي حابب يغمسها بعيش. هحطها في الفرن واجي لكم حالا. بسم الله يلا بينا في الفرن من تحت لغاية ما تغلي. شوفوا بقول لكم تاني وبعيد وازيد اهو. يلا يلا بينا. احنا طيب واحنا خلصنا. ايه رأيك بقى؟ فين الطبق؟ فين الطبق؟ يعني شوف اكلة زي دي خلصت على طول يا عم اهي، ما خدتش معانا وقت خالص. بصوا بقى هنعمل ايه قبل ما نختم. قبل ما نختم يا داغر، في عجالة هاخد شوية رز. بسم الله كده. بصوا بقى الوجبة، ادي شوية رز معايا على جنب كده. حلو كده ماشي. وبعدين هروح واخدة معاهم شوية من الصينية عشان نشوف بس الوجبة هناكلها ازاي النهاردة. بصوا الصينية طرية خالص ازاي على قد ما الخضار. بصوا شارب الصلصة لكن الصينية طرية. شايفين الجمال اهو يا باشا؟ بصوا المنظر، شايفين المعلقة دي؟ يا ترى القطر رايح فين؟ يا ترى المعلقة الحلوة دي بصوا رايحة فين؟ والخضار مستوي وعسل أهو. بس يا ستي أحلى غدوة النهاردة، سهلة وسريعة جدا. بصوا كمان وش الكفتة واخد تحميرة حلوة من الفرن ازاي، واروح عاملاها كده واخداها بقى كده بالخضار بالرز. بصوا الوجبة اهي. ايه رأيك في الحلويات دي؟ فتحت نفسكم النهاردة يعني. الف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب. الاكلة سهلة وسريعة بس طعمة جدا جدا، وغير اللي احنا دايما متعودين عليه. يا اما بنعمل صينيه خضار لحمه او فراخ، او لما بنعمل كفته داوود باشا بيبقى اللي على طول الستاندرد معاه مكرونه. مكرونه فالنهارده ضربنا عصفورين بحجر، حطينا جنبها خضار مع شويه صلصه حلوه، الصلصه اصلا بتاعه كفته داوود باشا نفسها، مع شويه رز بشعريه. الف هنا وشفا ليكم جميعا. وصفتنا خلصت، غدوتنا خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات هتعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل الحلقه مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. وسهلا بيكم بعد الفاصل. اقسم بالله انا مش مصدقه اللي حصل في الفاصل، يعني في ناس هسيح لها دلوقتي، بس لازم. في ناس دخلت مسكت المعلقه وعلى الصينيه طك طك طك، بصيت ايه ده، ازاي الدكتوره بتاعتنا اللي المفروض انها تقول ما تاكلوش ما تعملوش ماسكه المعلقه وشغاله شغاله. بصي يا داغر تجيب لي بس الصينيه. لا مش انا دي اللي ربعها اللي ربعها. بص يعني لا بالمعلقه بالمعلقه يعني. لا كانت بالشوكه اهو. بصي وداخل شاهد ومتصوره. انا جايه مسحوبه على الريحه. صباح الفل يا شيف هالة. صباح النور. صباح الجمال. دكتور هبه العوضي اخصائيه التغذيه والتجميل والليزر، اللي بتحب الاكل
وما بتحبش ابدا تحرم حد من الاكل ومصورينها بتاكل حلويات، بتاكل نشويات، بتاكل كفته داوود باشا بالخضار. بصوا يعني عايشه. لا بس دخلة يا دكتور انا هنزل صورك معلش النهارده. لا لا اوعي. اولا كل سنه وانت طيبه. انا ما لحقتكيش في عيد الام، وكل حبيبتي. سنه وكل ام في احسن صحه واحسن حاجه يا رب. اللهم عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني. عاملين الجريمه دي، عملتي الجريمه دي. بس بزمتي كده حلوه. لا تحفه. انا اتسحبت من الريحه يا جماعه. ريحه بقول لها يعني رز امي بتاع الشعريه جميله وبالسمن البلدي، ولا انت عاملاه بالزيت؟ لا 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 بسمنه بلدي. والله عيب عليكي. حلو قوي، تسلم ايدك. احنا بس بالراحه علينا عشان في ناس صايمه الايام دي. في ناس صايمه. هنعمل اكلات صيامي برضو لكل حبايبنا ان شاء الله، وبرضو اكلات شهيه. لا والمسلمين صايمين دلوقتي بقى اثنين وخميس كمان. كلنا بقى صايمين. تسلم ايدك وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا احنا عشان خاطر ان احنا بتساليني ليه بتاكلي. انا قلت لك انا عمري ما بمنع نفسي عن الاكل، وعمري ما بقول لحد يمنع نفسه عن الاكل وهو بيخس. الحرمان ده مش من مدرستنا خالص. احنا مش هنحرم الناس. الناس هتاكل كل اللي هم عايزينه بس بكميات بسيطه. طب مين اللي هيساعدهم؟ مين اللي هيساندهم في كده؟ ماده فعاله داخل كبسوله عشبيه طبيعيه بتسيطر على الشهية تماما في يعني في الأول يوم، وخلال شهر واحد بتقفل لي المعدة وتكمم لي المعدة كأني بالظبط عملت عملية تكميم معدة من خلال كبسولة قوية جدا رباعية الوظيفة، رباعية التركيبة. الكبسولة دي قوية داخل كورس التخسيس بتاعي. أنا نازلة النهاردة بكورس عشان خاطر برضو لسه مستمرين في عروض ست الحبايب. الكورس بتاعي بينزلي 15 كيلو في الشهر. كورس انقاص للدهون السريع. سريع يعني ايه؟ انا عايزه انجز بس بشرط ما احسش باي اثار جانبيه او مشاكل صحيه. صحيح. طول بالزبط. ما انا بنزل بالزبط. طيب اضمن منين ان مريض السمنه اللي هينزل معايا من خلال كورسات التخسيس بتاعتي ما يحصلوش اي مشاكل صحيه؟ دايما بدعم كورس التخسيس بتاعي بهدايا مفيده جدا ومهمه جدا لمريض السمنه. زي ايه؟ مريض السمنه وهو بيخس بيتساقط شعره، دايما بيفقد بعض الفيتامينز بحاول اعوضها له، دايما بيحصل ترهل للجلد بحاول ان انا اشد الجلد، بيبقى يفضل سمنه موضعيه وشويه دهون متراكمه في البطن او الدراعات، بديله الكريم والحزام. كل الهدايا بتخدم الكورس بتاعي. يبقى انا مريض السمنه في خلال شهر واحد هينزل 15 كيلو بدون اي اثار جانبيه، هنقفل له الشهيه ونكمم له المعده، هنصغر حجم المعده بعد 21 يوم، هنرفع له معدل الحرق اللي حصل فيه خلل، بل بالعكس ده احنا كمان هنعالجه عشان لما يسيب الكورس يرجع لمعدل حرق طبيعي يقدر يكسر اي سعرات حراريه بتدخل له، يبقى كده ما يرجعش تاني لايه؟ لانتكاسه او اكتساب الوزن. مش مجرد تخسيس بس، لا احنا كده كمان بنعالج المشكله الاساسيه للسمنه. بالظبط. المشاكل الاساسيه شهيه مفتوحه جدا ومعدل حرق فيه خلل ومنخفض. حرق يعني ايه؟ تكسير الدهون. ما بكسرش. وعشان المشكله دي انا منزله هدايا مرتبطه بالناس اللي عندها حرقها ضعيف، الناس اللي ما بتمشيش او قاعده الفراش او عندها مشاكل صحيه في العمود الفقري والركب، او الناس اللي مكسله تمشي وتعمل دايت. الناس دي بنضطر ان احنا نكتب لها جرعات زياده من النقط والاعشاب الحارقه عشان تزود عندها معدل الحرق. تمام كده؟ تمام كده. بنزود. طب الناس بتشتكي. يبقى كده النقط معانا في الكورس. يبقى كده هو كده الاساسي. والنقط اساسا الكورس الاساسي كبسول ونقط واعشاب. حلو جدا. كبسولات بتقفل الشهيه وتصغر حجم المعده وبتنحت لي القوام عشان ماده البي بي سي، وكمان بترفع لي معدل الحرق. تمام. عندي علبه الاعشاب دي اعشاب حارقه وبتهدي حركه القولون والامعاء. عندي كمان النقط بتزود لي كمان كميه الحرق وتخليه حرق شغال على مدار اليوم. تمام. طيب بعض الناس اللي عندها مشكلة في حرق ضعيف وما بتكسرش الدهون وما بتنزلش في الوزن بسهولة. بنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نزود جرعات الاعشاب والنقط. فعلى قبل اخر الشهر الناس بتشتكي ان النقط والاعشاب خلصوا. وعايزين بياخدوها. كل ما بياخدوها بتحرق وتكسر دهون اكتر. قوية جدا 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 على الدهون. نعمل ايه بقى؟ فبيضطروا ان هم يطلبوا الشركة تاني ويتصلوا ويطلبوا الاعشاب والنقط. لا، انا نزلت علبة اعشاب
وعلبة نقط هدية مساعدة في زيادة حرق وتكسير الدهون، هدية مع الكورس الأساسي اللي بينزل 15 كيلو. يبقى أنت كده ضمنت أنك بتاخد جرعات كبيرة أو كتيرة من الأعشاب والنقط اللي بتحرق الدهون، وفي نفس الوقت مش هتضطر آخر الشهر أنك تشتكي من إن الأعشاب والنقط وارجع خلصت. أشتري تاني وارجع أشتري تاني. لا ده أنا كده بقى عندي نقط زيادة وأعشاب زيادة مكفيين. بالظبط، أنت بتاخد الكورس وبتنام مرتاح، عندك الكمية اللي هتكفي الشهر كامل اللي هتقدر توصلك ل 15 كيلو انقاذ في الوزن. حلو طيب جدا. بس كده اعشاب ونقط؟ لا، ده انا جايه النهارده بحاجه جديده خالص للناس. الناس احنا دايما بننزل حزام البطن اللي بيخسس لي او بينزل لي دهون السمنه الموضعيه اللي موجوده في البطن. طب في ناس بتشتكي، طب الحزام ده كبير لو احنا عايزين نحطه على دراعاتنا او رجلينا الجزء العلوي، طب نعمل ايه لو عايزين ننزل الدهون الزايده في الايدين او الرجلين؟ لا، احنا منزلنا النهارده لاول مره احزمه مخصوصه لتخسيس الدهون والسمنه الموضعيه. ايه؟ للدراعات. للدراعات. حلو قوي. حزامين مع بعض. مقاس الدراع. بالظبط. اتنين يا دكتور. اتنين مع بعض عشان يتحطوا في نفس الوقت بنفس التكنيك، بينزلوا كميه الدهون في نفس الوقت بنفس الكميه. هدية العظيمة النهارده. اول مره انزل احزمه خاصه بالدراعات او الرجلين، هتحطهم في نفس الوقت ومعاك اتنين حزام. طب واللي بيكمل عمل الحزام اللي بيشد لي ترهلات الجلد ويدوب لي دهون السمنه الموضعيه في البطن او في الدراعات او في الرجلين، معايا الكريم الجبار اللي ليه كذا وصيفه، بيشد الترهلات وبيعالج لي خطوط التمدد وكمان بيدوب لي الدهون اللي تحت الحزام بعد ما بدهنه. حلوه قوي. بس كده الناس بقى اللي غاويه كمان شرب المشروبات سواء سخنه او الساقعه، وبتضطر ان هي تحط سكر زياده من السكر الابيض اللي بيزود اي حاجه بيعملوها. انت يعني بتنزل وتاخد كبسوله بس بتدفس كتير قوي من السكر أبيض. لو خدت 3 4 كوبايات شاي بتلاقيك خدت كميه كبيره قوي من السكر. لا، احنا هنستبدل السكر الابيض، بيشوف بقى كم معلقه بتاخدها في اليوم، بسكر الدايت المحلى طبيعيا، ما فيهوش ماده الاسبرتام، الماده اللي ضاره على الصحه، زيرو سعرات حراريه وما بتزودش. كل ده هدايا على الكورس الاساسي اللي بينزل لي خامه. نتصل بارقام التليفونات والخصم كبير جدا، ولسه مستمرين في خصوماتنا، خصومات شهر او اسبوع ست الحبايب اللي بداناه من يوم السبت، مستمرين في الخصومات بتاعتنا، خصم 75% على الكورس الاساسي. يا دكتور مع كبسول ونقط واعشاب، مع كل الهدايا دي مفيش حاجه تكتر على ست الحبايب. احنا نزلنا خصومات ولسه مستمرين في انقاص الاسعار، تحطيم اسعار وحرق دهون. 75% خصم على الكورس الاساسي عباره عن كبسول ونقط او اعشاب، هينزل لك 5 هدايا قبل الساعه 3. الكميات كبيره من الهدايا بس الاعداد محدوده. تمام، قبل الساعه 3 عندي 5 هدايا. قبل الساعه 3 يا جماعه خدوا بالكم من الكلمه دي، قبل الساعه 3. حزامين مزدوج، 2 حزامين للدراعات او للرجلين، ولو انت عايز تستبدلهم بحزام كبير للبطن اوكي موجود. حلو، يعني مثلا انا لو عايزه انزل منطقه البطن، فانا لو محتاجه الحزام الكبير المقاس الكبير ومش محتاجه الحزامين، ممكن لما اتصل بالفريق الطبي فريق المتابعه اقول لهم لا بلاش الحزامين بتوع الدراعات، انا عايزه الحزام الكبير. بالزبط. للبطن يستبدلوه عادي. طيب انا عايزه، لا انا عايزه الحزامين المقاس الصغير، يستبدلوه عادي جدا، ما عندناش اي مشكله. في براح النهارده، انا شايفه الهدايا بتاعه ست الحبايب، احنا لسه مستمرين في اسبوع ست الحبايب. النهارده انا شايفه الكورس وشايفه الهدايا مناسبه جدا جدا. اولا دكتور هبه بالهدايا بتحل لنا كذا مشكله. اول مشكله الناس اللي بيخلص معاهم النقط والاعشاب ومحتاجين تاني في مده الكورس، بدل ما يتصلوا يشتروا تاني لوحدهم، لا النهارده دكتور هبه منزله النقط والاعشاب مجانا زياده غير النقط والاعشاب اللي في الكورس، حلت لنا مشكله. الاعشاب رهيبه يا جماعه، حلوه حلاوه السنين، كفايه انها بتنزل الميه الزياده اللي تحت الجلد، وانتوا عارفين اغلبيه امهاتنا بيبقى 90% من السمنه الميه الزياده اللي تحت الجلد بسبب ادويه منع الحمل الجيل الاولاني. والضغط كمان والضغط طبعا وبيعمل ميه والكلام ده كله، الاعشاب بتنزل لي كل الميه الزياده اللي في الجسم. يبقى احنا عندنا النهارده غير الكورس الاساسي الفردي اللي بيغطي لي 30 يوم، عندي كمان نقط واعشاب زياده، بدل ما تتصلوا تشتروهم يبقى كده وفرنا لكم. عندنا ايه كمان؟ عندنا حزامين للناس اللي بيشتكوا من السمنه في منطقه الدراعات، حزامين مقاسهم صغير وممكن استبدلهم بالحزام الكبير بتاع البطن. وعشان سواء الحزامين او الحزام الكبير يشتغلوا صح
جبنا معاهم الكريم اللي بندهنه علشان يشد لي الجلد من الترهلات وفي نفس الوقت يسيح لي الدهون من بره. بدهن الكريم سواء على الدراعات او على البطن وبلبس الحزام عليهم. شكرا بقى، انسي الموضوع ده كله. يبقى كده دكتور هبه كمان حلت لنا المشكله، داخلين عليه حلت لنا مشكله الدراعات او البطن. طب عندنا مشكله تانية، انا عايزه اخس بس ما بقدرش امنع نفسي من المشروبات طول النهار، شاي قهوه عصاير ما بقدرش، ما حدش يقول لي ما تشربيش. طب السكر اللي داخل الجسم ده، ما هو ده بيبوظ لي اللي انا بعمله. النهارده دكتور هبه حلت لنا المشكله دي بعبوه سكر الدايت الامن جدا جدا، استخدمه في مشروبات سخنه، مشروبات ساقعه، حلويات على النار، حلويات على البارد، معالج ضد الحراره، امن جدا، ما بيغيرش طعم المشروبات ولا بيعكر لي كوبايه الشاي ولا الكلام ده نهائي. يبقى الهدايا النهارده جايه كلها تخدم ست الحبايب وتخدم عمل القرص الاساسي بس. كل ده ايه؟ وكل ده بقى تخيلوا ان عليه خصم 75% وقبل الساعه 3. يا دكتور عايزه انسيكي. الكميات محدوده جدا يا شيف هاله، عايزه انسيكي. الشحن الاول مجانا يا جماعه. كل الكلام الحلو ده يعني بوكس ست الحبايب، البوكس اللي هيبقى مليان بسم الله ما شاء الله في يومك، وبوكسه جميله جدا مليان هدايا جاي لكم مجانا من غير ولا جنيه شحن. كمان المتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. بس عندنا مشكله، يعني مشكله مش قادره اتجاهلها، عشان الهدايا قيمه جدا والهدايا نفسها غاليه جدا جدا وجايه لكم مجانا، فالعدد محدود. كل الكلام الحلو ده لغايه الساعه 3، يبقى نلحق من دلوقتي نتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه عشان نلحق الكرسي الجميل بالهدايا القيمه جدا بالشحن المجانا والمتابعه كمان المجانيه. معانا محمد على التليفون. ماشي استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله وحضرتك طيب وبخير يا رب، اهلا بيك. والله يا شيف انا والله انا اللي اتصلت بخصوص والله عشان اشكر الدكتوره هبه. طبعا انا كنت خدت منها كورسات. تمام. طبعا انا وزني كان 186 كيلو. 186 ايقونة شركتنا، ايقونة التخسيس الكبرى. لا والله ما شاء الله فظيع. بسم الله ما شاء الله. نزل تقريبا، نزلت 110 يا محمد. لا انا حلال الوقت يا دي مفاجاه بقى، انا الوقت بقت 75 كيلو. بصي بصي الله اكبر. بصي بطل بطل بسم الله ما شاء الله والله، اللهم بارك. دي صورتك الاخيره اللي على اليمين دي، اخر صوره ليك يا محمد. دكتوره برضه. لا برافو عليك والله، ثم ليكي برضه يا دكتوره، ربنا يبارك لك يا رب. انا سمعت انك بقى دخلت بقى فتنس وحركات وجيمات وبقيت بتعمل. انا متابعه اخبارك على فكره يا دكتوره. ده انت صاحبه الفضل علينا، انت اللي وصلت لها. انا ما كنتش مصدق في يوم من الايام ان انا مثبت من زمان. والله انت مثبت من زمان يا محمد، صح؟ بقالك قد ايه؟ انا مثبت بقالي سنتين. حلوة قوي دي، عشان نقطه مهمه للناس يعرفوا ان اللي بيخلص الكورسات خلاص ما بيرجعش تاني ابدا. برافو عليك يا محمد والله ما شاء الله. يعني طب قول لنا، يعني انت بقى دلوقتي حاسس بايه؟ جسمك فايق، حركتك احسن، نشاطك احسن. طب انا بسم الله ما شاء الله والله شيف، والله العظيم بسم الله اول مره انا حركتي زادت وبقدر اشتغل بسم الله ما شاء الله، وبقيت راجل رياضي. ما شاء الله والله، حتى لدرجه بنتي، انا ليا بنتي في سنه اولى ثانوي بتقول لي يا بابا انا بفتخر فيك. يعني طبعا كلنا تحدي، كلنا بنفتخر بيك يا استاذ محمد. انت تحديت السمنه وتحديت نفسك وخرجت كده من نقول ايه، الحبس اللي السمنه كانت حطاك فيه، صح كده؟ عزيمه واصرار. حابب اشكر الدكتوره، بقول لها انت احسن دكتوره في مصر. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، والف الف مبروك على حياتك الجديده وصحتك الجديده، وبجد احنا اللي فخورين بيك. يعني احنا لازم نفتخر. محمد بن شربين تبع المنصوره، حاله حلوه جدا جدا، حطم رقم قياسي تقريبا. هو بيقول لي دلوقتي انا خسيت كمان. احنا لغايه اخر مره كنت بتواصل معاه كان 110، نزل 110. عارفين يعني ايه يا جماعه 110؟ 110 كيلو. انسان تاني بيعاني من السمنه، عمليه جراحيه هتقطع كميه الدهون او تستأصل كميه الدهون، مفيش، مستحيل. امان، مفيش اي اثار جانبيه، عن طريق كورس عشبي عندنا ونازلين بعرض ست الحبايب، متواصلين معاكم 75% خصم. بس نلحق نتصل جري قبل الساعه 3 عشان نلحق بوكس الهدايا. بوكس هدايا ست الحبايب، عندي خمس هدايا، حزامين للدراعات او للرجلين، وممكن نستبدلهم بحزام
الحزام الكبير للبطن الكبير. وعندي كمان الكريم اللي هيكمل عمل الحزام وهيزود الفاعليه، عندي كريم شد الترهلات وتدويب الدهون السمنه الموضعيه، عندي سكر الدايت المحلى الخالي من الاسبرتام واللي ما فيهوش اي سعرات حراريه واللي هقدر استغنى عنه عن السكر الابيض خالص. كمان المشكله الصعبه جدا اللي بتواجه الناس اللي ما بيحرقوش دهون ووزنهم ثابت، ان بنضطر نديهم نقط واعشاب زياده عشان نزود جرعه الحرق. لا فبتخلص بالظبط، جايين لك اعشاب مجانا ونقط مجانا. يبقى خمس هدايا على الكورس التخسيس السريع اللي بينزل لي 15 كيلو. ركزوا معايا، انا مش هقبل اقل من 15 كيلو، ده تحدي. اديكم شايفين دلوقتي استاذ محمد نزل 110 كيلو، كان اوفر ويت، سمنه مفرطه. بسم الله ما شاء الله، صحه تانيه، عزيمه تانيه، ثقه تانيه، انسان تاني خالص. ربنا يديه الصحه ويكملها على خير. عايزين بس نقطه، مفيش حاجه اسمها هنرجع للوزن تاني خالص. ايوه دي اللي قالها، هو بيقول لك سنتين مستحيل. سنتين يا جماعه، شوفوا ما شاء الله وزنه زي ما هو ازاي. دي اكتر حاجه كانت دايما حبايبي بيسالوا عليها على الصفحه. طب انا الشهر ده ماشي، خسيت الشهر ده، طب بعد ما الشهر يخلص، طب ما انا هرجع تاني؟ لا، احنا ضمننا ده بحول الله، ضمننا ان الكبسوله بتصغر لي اساسا حجم المعده. ثانيا عندنا الماده الفعاله بي بي سي الحصريه جدا على شركتنا اللي بتكسر لي امهات الخلايا الدهنيه من الاساس، يبقى انا ضمنت ان مفيش دهون تاني هتتكون. بالظبط. معانا تليفون؟ ناخد نسمه. يا نسمه، نسمه دي، ازيك يا نسمه؟ ازيك يا نسمه، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نسمه، اخبارك ايه؟ يا حضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. نسمه حالتي الخاصه والله، دي حالتي الخاصه انا. انت اللي متابعاها يا دكتور. دي انا متابعاها ونزلت معانا كام، قولي لهم يا نسمه. فرحينا. مصممه تدخل تعمل مداخله، والله انا عايزه ادخل اعمل مداخله مع الشيف هاله ضروري. حبيبتي قولي لي، قولي لي بقى نزلتي قد ايه؟ 29 كيلو. 29 دي كانت 99 كيلو، نزلت لحاجه و70 كيلو. ما شاء الله. صح يا نسمه، وطي وطي التلفزيون يا نسمه. نسمه وطي التلفزيون شويه، وادي صورتك منورانا اهي على الهواء، تبارك الله. كانت بعتها لي على الواتساب، قلت لها ابعتي لي الصوره اللي لابسه عبايه سوداء. دي تقريبا كانت من يومين بالظبط، من 48 ساعه. من يومين، حلوه قوي. دي كان اخر مره شفتها، قلت لها ابعتي لي الصوره وشوفوا. تخيلي بقى منظرها، كانت 99 كيلو اوفر ويت، سمنه على توتال الجسم كله. وطي الصوت يا نسمه، وطي الصوت شويه، الصوت وطي، وطي التلفزيون شويه يا حبيبه قلبي. قولي لي بس انت ايه تجربتك يا نسمه، عايزه اسمعك. ايوه يا دكتور. قولي لي بقى حسيتي بايه لما اخدتي الكورس اول يوم؟ التليفون قطع. طيب كلمينا تاني يا نسمه. انا هقول لكم على حكايه نسمه. نسمه دي كانت بتعاني من شهيه مفتوحه جدا 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 كده، وعندها وزن زايد ومش عارفه تتحرك خالص. انا كنت بتابعها معايا سواء في الاونلاين او كمان في العياده. بصراحه هي بطله حلوه قوي، لان هي بتقول لي احنا بطبيعه شعبنا احنا بنحب نعمل اكل وطواجن. أيوة زي شيف هاله كده بتعمل لنا وبتظبط. يشوفوكي من هنا يا شيف هاله ماشي، ويطلعوا علينا احنا بقى. الله يخليكم يا رب، الهي تنسيتروا ويطلعوها علينا احنا عملنا اكل الشيف هاله. على فكره معلش عشان ما تزعلش مني، في واحده اسمها استاذه فتحيه او حاجه فتحيه كانت عندي امبارح في العياده، بتقول لي بلغي سلام خاص للشيف هاله. يا حبيبي والله بتقول لي انا بتصل بيها كتير ومش عارفه اوصل ليها، تليفونات كتير مش عارفه اوصل لها، بتبلغ سلام خاص ليكي ومحلفاني. والله محلفاني، يا ريت لما تشوفيها تاني يا دكتور بقى انا اللي ببعت لها. يا سامعاني بتقولي انا سامعاكم النهارده في الحلقه. يا حبيبتي بجد انا فرحانه جدا جدا، واتمنى ان اشوفك بقى، مش مجرد سلامات كده وبس، لا ان شاء الله هي بتتابع معانا وبتخس معانا. طيب احنا نسمه رجعت تاني. يا نسمه الحمد لله على السلامه. معلش انا اسفه يا شفاله. ولا يهمك، جيتي توطي قفلتي، انا عارفه. معلش بتحصل معانا كتير قوي. هي متلخبطه متلخبطه. قولي لي يا نسمه بقى، ايه الصوره الجميله وايه الفرق الرهيب ده بين الصورتين؟ ما شاء الله عليكي بجد، ايه الاراده دي؟ لا والله الحمد لله، كله برضه يرجع لفضل الدكتور هبه والدكتور هشام، الحمد لله يعني. الحمد لله يا حبيبتي. الكرسي بتاعهم جميل اهو. قولي لي بس، حسيت فرق معاكي ايه الكرسي يا نسمه؟ حسيت الحمد لله بقيت البس كويس واتحرك كويس وكل حاجه بقت كويسه الحمد لله. تلبسي كويس وبس، انت بقيتي مزه. بقالك قد ايه يا نسمه؟ بقالك قد ايه يا نسمه بتاخدي الكورسات؟ انا بقالي شهرين. بقالك شهرين وشفتي شفتي الفرق يعني بين الصوره؟ 29 كيلو في شهرين. 29 كيلو يعني يا جماعه، اسمعوا في شهرين يعني حلو جدا ما شاء الله. بتكلمنا وبتجيلي العياده وبشوفها قدامي. قولي لي بس اهم حاجه اللي تفرق معايا، حسيتي باي مشاكل صحيه وقت الشهرين دول؟ لا ابدا الحمد لله، الحمد نحمد لله نحمد ربنا، فضل من ربنا لله. ربنا يكمل على خير. انا باخد الكبسوله باخدها ما بعرفش حتى اشرب ميه، بقعد اشرب عايزه بزق في الميه كده
يعني والاكل. لا ما تخلينيش ازعل، انا قلت لك يعني ما تخلينيش ازعل من الكلام ده. تاكلي برضو. لازم هناكل، لازم تشربي ميه. باكل بس مش الاكل اللي كنت باكله الاول زي الاول. طب النقط والاعشاب حرقت معاكي؟ جامد. انا لحد ما ابقى نايمه بلاقي عرق. النقط والاعشاب مستحيله في الحرق. حلو. بزود جرعاتها مع الناس اللي عندهم خلل، فعشان كده انا نزلتها هديه زياده اعشاب ونقط مع الكورس. برافو عليكي يا نسمه والله. طب هتكملي ولا اكتفيتي بهذا الامر؟ لا ان شاء الله هكمل مع الشيف. احنا قلنا اتفقنا خلاص كفايه. الناس بوز والله العظيم، الناس بتطمع. بس بيقولوا احنا بنستعد لرمضان. احنا عارفين ان هنزيد في رمضان. ايوه عشان في رمضان انت عارفه بقى. كل سنه وانتم طيبين. طيبه يا حبيبتي بجد يا نسمه، انا فرحانه بيكي جدا. دكتور هشام والدكتوره هبه والله. ربنا يسلمك يا نسمه. ربنا يخليكي. شكرا يا نسمه نورتينا. طيب قبل ما نختم يا دكتور نقول العرض. نقول العرض باكج بقى مره واحده والناس بقى تركز معانا، نلحق نتصل قبل الساعه 3. عندي عرض ست الحبايب والخصومات والاسعار وحرقها مستمر معانا كمان النهارده. عندي 75 خصم على الكورس الاساسي اللي هينزل لي 15 كيلو من وزني بلا مقاطعه على فكره خالص. بس قبل ما حضرتك تكملي، 75 خصم مش دايما بنلاقيها، يعني مش دايما بنسمعها. النهارده الخصم فعلا جايب من الاخر، من فتره كبيره قوي قوي ما كانش فيه خصم 75%. ده يعني اللي هتدفعي ربع الثمن بس. طيب بسرعه يا دكتور، مفيش حاجه غاليه على ست الكل. الكورس الاساسي عباره عن كبسول ونقط واعشاب، ادي طول 3 علب. معايا باكج هدايا عباره عن حزامين للدراعات او للرجلين، او ممكن نستبدلهم بحزام كبير للبطن. ومعاهم الكريم اللي بينحف لي وبينسف لي دهون البطن، كريم شد ترهلات. وكمان معايا سكر الدايت وعلبه نقط وعلبه اعشاب للناس اللي معدل حرقها وما بتكسرش الدهون وما بتنزلش في الوزن. كل ده هيوصل لك والشحن مجانا و75% خصم. بس الحق اتصل قبل الساعه 3. الساعه 3 ما تنسوش يا جماعه الكلمه دي، كان نفسي دكتور هبه تنساها بس ما نسيتهاش. ما نسيتهاش. ما انت اللي بتعملي لنا اكل، لازم اقول لهم كده. كل الكلام الحلو ده لغايه الساعه 3. نلحق دلوقتي على طول نتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه عشان تاني الشحن مجانا والمتابعه مجانيه. وشكرا يا دكتور حبيبي قلبي. يلا عشان عزمتي على الغدا. يلا نورتيني يا حبيبه قلبي. اشكرك تسلميلي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ودايما دايما يا رب منوريني ومشرفيني في كل حلقاتنا كده. واتمنى ان الحلقه النهارده كلها تكون عجبتكم وتستفيدوا منها، سواء فقره الطبخ او الفقره الطبيه اللي بنظبط بيها اللي عملناه في الطبخ. ودايما تعبهم معايا ودايما على طول بيجيبوا العروض من الاخر عشان يلحقوني في اللي انا بعمله مع حبايبي. ويا رب يا رب زي ما النهارده سايباكم على خير، اشوفكم بكره يا رب على الف خير. سلام عليكم.